اشتداد على الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الخميس. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمرت الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الشمالية، وانتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، وهطلت زخات متفرقة من الأمطار، وأيضا هطلت زخات متفرقة من الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال اليومين القادمين، مع درجات حرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت العام في أغلب مناطق المملكة. نستعرض الآن خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم جمعة وحتى بداية الأسبوع القادم. يوم الجمعة تستمر الأجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن بشكل محدود وضعيف، حيث تتكاثر كميات قليلة من الغيوم الركامية الرعدية في هذه المناطق. أما في المنطقة الشمالية تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية وتعطل زخات متفرقة من المطر. يوم السبت لا تغيير الحالة الجوية، تستمر بعض الزخات الرعدية من الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية، وتستمر الغيوم المتوسطة والعالية بالانتشار في المنطقة الشمالية التي قد تعمل على طول زخات محلية من المطر. يوم الأحد بإذن الله أيضا لا تغيير الحالة الجوية، تستمر المنطقة الجنوبية الغربية تحت الأجواء الغير مستقرة خلال ساعات الظهيرة والعصر، وتستمر المنطقة الشمالية تحت تأثير الغيوم المتوسطة والعالية التي تعمل على هطول بعض زخات متفرقة من الأمطار. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة مع انتشار الكميات من الغيوم العالية بدون فعالية، 22 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 22 الرطوبة حوالي 40%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الجمعة 34 إلى 21 مع أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية، السبت 33 إلى 21 وتنخفض يوم الأحد لتسجل 32 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت، نبدأها شمالا من تبوك 31 إلى 20 درجة مئوية، سكاكا 33 إلى 21، وعرعر 32 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 37 إلى 23، جدة 36 إلى 27، مكة المكرمة 39 إلى 25، والطائف 28 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 23 إلى 13، أبها 25 إلى 12، وجزائر 35 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 33 إلى 23، حفر الباطن 37 إلى 22، والإحساء 35 إلى 20 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، انتشار لكميات من الغيوم 32 إلى 22، بريدة 35 إلى 21، وحائل 32 إلى 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.